عبدو اشكا، مرحبا بك معنا. الله يسلمك، ميرسي بوكو ياسين، ميرسي بو لانفيتاسيون، ان شاء الله تجوز انتيك. ان شاء الله شرفنا بحضورك. ما عرفت تشوف الحصه؟ وي اون زون طون هكذا نشوفها. وي هكذا يا الحال، عيط لي شتها بزاف. شتها واش دراك صح. شكون هو عبدو اشكا ومنين جانا؟ عبدو اشكا مواطن بسيط، اتيديون بريميير اني ماستر في لافاك دي دروا، مسكون في دراريه، مواطن عادي. كنت خدام في حانوت، دوكا رانا على انستغرام. فوالا، حبست الخدمه في الحانوت؟ حبست. مور ما دخلت الانستغرام؟ نو، مور ما دخلت الانستغرام درت انا في الحانوت، درت البوز ديجا، كنت ندير لي فيديو في الحانوت. درت فيه بوز هكذايا، ابري واحد سيموا هكذاك سيموا حبست. كيفاش حبست على انستغرام؟ حبست هكذا. صح، قبل ما تكون في الحانوت وقبل ما تكون في انستغرام كنت تغني راب؟ كنت رابر. وي كنت رابر، كنت نغني راب مع الجروب ديالي فيكينغ جانجلي، نوجه لهم تحيه، بيك باين واكرم. كنت نغني راب. اي با كي دخلت الحانوت شغل انا شطروحي يا اخو، شطروحي انا نضحك بشي رابر يا اخو، فهمني. شغل انا انسان ماشي زعما رابر ونشنف ونكراش، شغل انا انسان نضحك. ماما صحابي يقولوا لي رابر لازم واحد يشنف. ماشي يشنف رابر، تسمى شغل لازم واحد شغل. انا نضحك يا اخو، انا زهواني ما نحبش هذيك زعما نكلاشي. وبدا نقدروا نقولوا عبدو ما نجحش في الراب. نجحت في الراب يا اخو، الناس قاعدين يقولوا لي ولي للراب. شوف لي بارودي ديالي، شوف يما سمحي لي راه ديجا قريب نص مليون في الراب. لو كان نعاود نولي دوكا في الراب نطلع كابابل قام فوتكم كاع لي رابور. والله غير فوتهم كاع يا اخو، ويني بانوا. عجبتك شويه الشهره عبدو اشكا؟ نقدر نقولوا انه دخلت للشهره ولا مازال؟ صافا كاين الناس اللي يتصوروا معايا، الناس يعيطوا لي برا يهضروا معايا، دي فامي هكذا يهضروا معايا، دي كوبل يجوا لي يقولوا لي والله غير مرتي راهي بعثت لي الفيديو هكذا. مي الشهره هذيك الشهره تاع كاع يعرفوك جو بونس با مازال. كاين الناس تلاقى بيك ويقولوا نو. عبدو موراها دورها لي بارودي. لي بارودي، احكي لنا لي بارودي. لي بارودي بون، بديت بلي بارودي تاع سول كينغ، ريسبي ليه وانا فان تاع سول كينغ. تما بديت بلي بارودي تاع سول كينغ، بديت بروك ستار اللي قلت لك عليها هذيك. مره بديت بروك ستار، ومن بعد صوتيت انا اللي درت بها البوز كاع تاع زمر. تاع زمر كي عاودتها بوم، لو بوم ديريكت زمر وسيفو هذيك تاع لا ليبرتي، لو بوم. تما انت هذو الكلمات كي دير اون بارودي باش نعرفوا برك. قبل ما نكمل لك الكويشن تاعي، المشاهدين اللي يشوفوا يقول لك واش معناتها بارودي، واش تقدر تقول لنا؟ بارودي سي تغني غنيه بالريتم تاع الغنيه تاع سول كينغ، وبالفلو ديالو، بالموسيقى ديالو، بصح تبدل الكلمات. زعما سول كينغ يقول لا ليبرتي، انا نقول لحق دالتي، شوفوا شغل لو ميم ريتم، مي لي بارول ماشي كيف كيف، هذه هي بارودي. معناتها دير لانسترومنت لتحت وتسي لانسترومنت لتحت تاع سول. اسكو تكتبهم انت هذوما لي بارول؟ نكتبهم في ربع ساعة. دوكا كون نقول لك انايا تعطينا اون بتيت بارودي هكايا اشكا. يعطيك الصحة عبدو، يعني هذه هي بارودي للمشاهدين اللي ما يعرفوش معناتها بارودي. دونك بارودي سي غنية وتعاود لها لي بارول تاعك. فوالا صح. كون نقول لك عبدو اشكا، وشنو هما لوبجيكتيف تاعو؟ لي زوبجيكتيف ديالي بالك راني حاب ندخل للفن، بالك ماشي للفن، راني حاب ندخل للتمثيل. فوالا باسكو الفن بالك ديجا انا فيه، راني حاب ندخل للتمثيل التلفزيون. راني حاب نحب نولي لو بريمي انستغرامور في الجزائر، نحب نولي بريمي رابور في الجزائر، نحب نولي بريمي شونتير دو راي في الجزائر. لا لازم تخير حاجه. لازم تخير حاجه. كحب نولي بريمي انستغرامور في الجزائر. بريمي انستغرام دوكا كون نقولوا لك عبدو اشكا، واش من مرتبه راك فيها؟ كاين بالك في توب 10 هكذا. توب 10 صح، باسكو كاين عباد يخدموا خدمه. صح. عبدو اشكا كون نقول لك مشاريع مستقبليه، اسكو كاين دي بروجي افير 2020؟ ان شاء الله كاين. كان نورمالمون سيري انا موجدينها تاع في 2020 في رمضان، ان سيت كوم هكذا في رمضان هذا ان شاء الله. عيطوا لي بواط برودكسيون، هضروا معايا تو سا ان شاء الله. على كل حال ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. امين. عبدو اشكا دونك نتايا تعتبر روحك اكثر انستغرامور. دونك انايا قبل ما نروح الانستا ديزاد نسقسيك هذا الموضوع، هذه النقطه جاتني في راسي. كون نقول لك شحال تربح دراهم في الشهر من الانستغرام؟ والله غير شوية يا أخو، والله غير شوية، ما شوية شوية ماليش قولنا شوية يا أخو، ما نقدرش نقول الشيفر يا أخو. شوية والله غير شوية قيس ما تاكل. أبوبري شحال؟ مليون، زوج، ثلاثة، عشرة، مية؟ قل من عشرة يا صح. الطاك شحال يسوى؟ أه الطاك شحال يسوى؟ صاديبون في الكونت، كونت تاعك
الكونت ديالي عاقل شنو نقول لك شنو نقول لك هذا فيها شكره كبيره عاقل شنو نقول لك الله ما بين عندي برودوي ولكن كنقولوا لي ميشن باش تقول لي نتفاهموا بيناتنا صح مادام كنت انستغرامر عندك عندك برودوي دير انت دير في بروحك يا مادامك انستغرامر عبدو اشكا نروح انا وياك الى فقره والمشاهدين الى فقره انستا ديزل عبدو أشخى عندك أكثر من 574 ألف متابع على الإنستغرام. وي. وش يمتلكاتش؟ يمتلي هذا حب الناس ليا والله غير صافي بليزير للناس شغل وضعت ثقة فيا وراه يتبع فيا والله غير صافي بليزير. عبدو مادامك أنت إنستغرامور أنا راح ندير حاجة يعني ما جامي درتها في 360 ندخل للكونت تاعك نشوف بعض الناس اللي راك متابعهم. أوكي. هكذا. نشوف بعض الناس اللي راك متابعهم في الإنستغرام تاعك. وقول لي انت يا هاد الناس يعني راح نقرعت شويه دقيقه بون راك متابع ستانلي ريفكا وماشي متابع مورات اوديا وعلاش مابوني ريفكا باسكو يخدم خدمه شابه ومام هو مابونيني فوالا هادو اللي مابونيهم قاع تلقاهم مابونيني ومورات اوديا علاش ما باسكو ماشي مابونيني بصح هو قديم عليك جوستومون ماشي مابونيني ما نابونيش انا هكذا شغل يعرفني يا اخو تعرفني وهكذا وانت علاش تعرفو ماشي مابوني؟ ها؟ وانت علاش ماشي مابوني؟ مابوني انا ديزابونيتو ديزابونيتو علاه؟ باسكو ماشي مابونيني ماشي نكرهو لا غنشوف لي فيديو ديالو في يوتيوب يا اخو لا غنشوفو مرات اوديا لي زوم بصح ماشي مابونيني شغل الناس يقول لك انت مابوني مرات اوديا ماشي ميم با مقيم معاك وماشي ميم با يشوف فيك وكذا ما شغل باش نيفيتيو الهضره هذه بوردون مراد لا غنحبك يا اخو تما ماشي جوستومون انت انسان طيب وهو انسان مسالم مراد اوديا جامي تلاقيت به ونحبه نحبه يا اخو انسان بزاف عاقل وبزاف جونتي وحكاولي عليه تما ماشي لي ونشوف لي فيديو ديالو شفتهم كاع تما انا فان ديالو ما انت تحبه نحبه ما تقدرش دير له فولو دوكا قدامنا عطيني ندير له تليفونك والله غير نحبه والله غير ندير له فولو اصبر بصح يا اخو عمك بلاني مبلوكي ما تنحيش كي تخرج من عندنا والله ما نحي روحت تاخذ الزوم على التليفون اكسيون بلوكي راه وصلك كلها اليوم عبدو اشكا بصح لا وشنو كاينه حاجه وعدنا كي تروح لك اكسيون بلوكي تابوني لنا مراد اسي والله انا ابوني ما عنديش بزاف ني ديزابونيتو باسكو بعثوا لي بزاف لي ميساج ماشي مقيمك ماشي مقيمك يبان طلع لي شويه تسويسه ديزابونيتو صح عبدو اشكا ماركتك ماشي متابع بزاف لي زارتيست وعلاش انا كي نابوني بنادم نحب نشوف دوك انت يا ارتيست دير لي خطره في العام تصويرتك عندي ما ندير بالكونت ديالك زياده لي زابوني برك شوفوا سهيله معلم ابونيها باسكو نحبها من الاخر سهيله نموت عليك مادامك في الانستغرام اسكو تشوف بلي كاين اشخاص ما يستاهلوش الرقم المتابعين اللي عندهم بزاف 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 شفت اليوتيوبرز هادو مال جديد هادوما لا لا خو بزاف ما يديروا والو شوفوا واش شريت شوفوا واش قضيت شوفوا واش شغل ما فهمتش انا الديلير ديالكم وانا رايح شغل ما فهمت دور في لي زيفالمون كيما قالها مروان ماشي ما فهم معروضه تروح هي تعرض روحها وتروح وتبدا طاقيني 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 انا على البي ام راهش لي زيفالمون غير لي سقوط طاقيني طاقيني اسكو عندك الجرأه تعطينا كاش اسم من هاد الناس اللي يديروا هكذا اسم نو تقدر نو ما نحبش نربح العيب والله ما نحبش شغل ما نحبش تقول لك هذا راه يهضر عليا يتوسع ما نحبش والله صح انا ما نسبقش الاحداث نروحو نشوفو اسكو عبدو اشكا جريء جريء شويه نتايا وي نورمالمون لي 20 كيستيون شحال من حلقه تاع 20 كيستيون شفتها تاع 20 كيستيون كابا باش تهم كاع باسكو دائما يخرجوا لي في اليوتيوب يا اخو نكون ندور غير تخرج لي 20 سؤال على غير ندخل نشوف اي صح نروحو انا وياكم مشاهدينا الافاضل وعبدو اشكا الى الفقره الاكثر جراه في البرنامج 20 سؤال عبدو اشكا عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع جاهز؟ جاهز وي اكثر شخص يضحكك؟ مستر بين اكثر شخص يقلقك؟ يقلقني كاين بزاف شغل اليوتيوبرز يلعبوا لي عالمورال يا اخو انا ما نحبهمش كاين اليوتيوبرز اللي يستاهلوا كاين بزاف اللي يستاهلوا مكانتهم القدم هادوما القدم اللي بداوا مي بصح الجدد هادوما تقدر تقول بشكل عام شريكي كاع ما يصلحوش ما عندكش اسم؟ كاع لي جديده هذيك هي لو كان جيت فيلم واش راح يكون عنوانك لو كان جيت فيلم واش راح يكون عنواني جوكر قدوتك في الفن قدوتي في الفن بالك تقدر تقول صالح اوغروت في لا كوميدي و امينان في الراب
اغنيتك المفضله حاليا؟ اغنيتي المفضله حاليا اللي نسمع فيها، انا نسمع جامبي بزاف هاد الايامات. فواياج مع اصحابك ولا لما مع العائله؟ فواياج مع اصحابي يا اخو، العائله اني كل يوم معاهم. برنامج تحب تقدمه؟ انا حاب نقدم برنامج تاع راب، هكذا نكون انيماتور في برنامج تاع راب. اليوتيوب ولا انستغرام؟ انستغرام. في نظرك من هو افضل مؤثر جزائري في 2019؟ ستانلي. نقبل نخسر كل شيء في حياتي الا نقدر نخسر كل شيء في حياتي الا الوالده. افضل مغني راب جزائري في نظرك؟ افضل مغني راب جزائري حاليا نقدر نقول لك ديدين كلاش ولا يوبي، يوبي هاد الزوج يعجبوني بزاف. لماذا لك مشكل مع فتاة وتكلاشيها في كل مرة؟ نكلاشيش أنا في الانستغرام. تشير عليها، تهدر عليها؟ إيه باسكو بالك من اليوتيوب زادوك لي أيو بالك هكذا، نحب نضحك، نحب كي نشوفو مش يديرو شغل يضحكوني تشوفا، شغل يديرو فايس ما عندهم حتى معنى. هل لديك الجرأة أنك تنزع القبعة الآن في الشاشة؟ أخو أنا ما شافونيش بلا قبعة يا أخو ما نحياش. شي شعري فارغ شويه هذا ما كان ماشي مفرطصه وليك شعره مي نو ماشي شباب بلا كاسكيطه يا اخو. اي ريح بالكاسكيطه حبوني وليت زوجت بياك لها بوبي. زعما يشوفوك بلا كاسكيطه؟ نو سي شوفوني من ذاك مي ما عندكش الجرأة تنحيها؟ نو. صراحة هل أنت مغني راب فاشل؟ سكسي لي زابوني قولوا لك والله غير يحلوا فيا باش نولي للراب، والله غير راح نولي للراب وحندير فيت مع يوبي قريبا ما لا اون اكسكلوزيفيتي، راح ندير فيت مع يوبي انفيتاني على فيت، يبا حنديرو فيت انا وياه فوالا. ايماجين انت دوكا انستغرامر يدخل للراب يدخل بالعقل، ما يدخلش بفيت مع يوبي ديريكت شغل او توندونس سيد. افضل ثلاث انستغرامر جزائريين في نظرك؟ ثلاثة لي انستغرامر. عندك ستانلي ولا معاهم انت تكون روحك؟ عندك ستانلي عبدو رحا وعبدو اشكا. اخر شخص الغيت متابعتك ليه على الانستغرام؟ عدا مراد واحد يا اخو، واحد كنت ندور معاه يبا ضربنا نحيتو، انا عندي زابوني ديريكت ما ندار مؤثر هو نو ماشي مؤثر، حاب يولي مؤثر. ما هي مشكلتك الرئيسيه مع احد مغنيو الراب في الجزائر؟ مشكلتي الرئيسية مع أحد مغني الراب، إبا أنا يا درت ستوري قلت لهم لي رابور دوكا ما ولاوش يغنوا راب ولاو يديروا لي لايف، إبا شغل بداو كاع جاو ليا، جا ليا فلان بدا يضحك، جا ليا يوبي بدا يضحك انفيتاني على فيت، جا ليا زيد شكون، جا ليا تي اف كا تاع بليدان وزوجو تاع هي بدا يضحك، هو قال لي كيفاش؟ قال لي حنا نديروا لي لايف وأنت دير خمار. شكون هذا؟ ما نقولش شكون، ما نديرلوش بيبليسيتي يا خو، دوكا هو قال لي حنا نديرو لي لايف وانت دير خيمه، هو معروف يضل يدير لي لايف، تدخلوا كتبوا اسمو تلقى كتبوا لايف راب يخرج لكم، يدير غير لي لايف. ايبا قال لي حنا نديرو لي لايف وانت دير خيمار، قلت له انا كوميديان خو، قلت له من حقي ندير خيمار ونقدر ندير خيمار ونديكيزي كيما نحب. شوف انا ظلمت ولا ظلمك؟ تقدر تقول ظلمت ولا ظلمني، سي با ماشي امبورتون يا خو. أسوأ يوم مر في حياتك؟ أسوأ يوم مر في حياتي يوم الوفاة جدي الله يرحمه. منافسك رقم واحد في الجزائر؟ منافسي كاين منافسة شغل حلوة بيناتنا، شغل بالك أنا وسطانلي بالك نتنافسوا هكذا، شغل نشوفوا نحب نفوتوا يحب يفوتني، أنا شغل أنا وياه بكري متشحنين أنا وياه شوفوا. أكثر ماكلة تحبها؟ حب الرشتة. لو كان تربح مليار عبدو أشكا وش دير به؟ وكان نربح مليار نشري دار ونشري كروسه ونديما بابا الحاج والباقي نصرف بهم نعيش بهم، زعما نتزوج. سنك الامثل للزواج؟ 30. المراه المثاليه في نظرك؟ بنت فاميليا يا اخو، بنت فاميليا باسكو دوكا في وقتنا والله صعيب باش تلقى بنت فاميليا يا خو، خصني بنت فاميليا دمك. رسالة للعائلة تاعك في آخر سؤال. رسالة للعائلة ديالي والله غير نحبكم بزاف وانتوما الأكسجين ديالي وبلا بكم أنا والو، ميرسي بوكو ميرسي. وكثروا له الكاسكيطات باسكو
كاسكيطات هم جايين بقوه. اه هو يما توجد لي تغسل لي كاع كاسكيطات. عبدو اشكر، شكرا ليك، شرفني بحضورك. ميرسي بوكو، الله يخليك تعيش. ميرسي بوكو ياسين كنطاش بور لانفيتاسيون، ميرسي لكاع البوبليك اللي شاهدنا، وميرسي لكاع ميزابوني، نقول لهم نحبكم ونموت عليكم، وكان ماشي انتوما انا والو. فوالا، شكرا عبدو. بلا مزيه ياسين، بلا مزيه، ميرسي.